الرئيس السيسي يبحث مع مستشار النمسا التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. قاعدة شرق تستقبل مجموعة جديدة من المصريين العائدين من السودان بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم. الجيش السوداني يعلن تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية ويتهم ميليشيا الدعم السريع بمواصلة الخروقات. السادسة صباحاً، الثالثة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا كارلين هامر، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث تم تناول أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك فضلا عن مناقشة الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. هذا وسلم مستشار النمسا الرئيس السيسي دعوة رسمية لزيارة النمسا لمواصلة تعزيز ودفع العلاقات المتميزة بين الدولتين على مختلف الأصعدة، حيث رحب الرئيس بتلبية الدعوة في موعد يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية، فيما أعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد كارل نيهامر المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات منفردة تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين. وأعقب انتهاء المباحثات عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين، حيث تم تناول أبرز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين مصر والنمسا، من بينها مجالات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة، فضلاً عن مناقشة الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وعلى رأسها الأوضاع في السودان والقضية الفلسطينية وملف سد النهضة، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمات العالمية لغلاء المعيشة وفي الغذاء والطاقة، إلى جانب التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وجهود مصر المقدرة في هذا الصدد. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مستشار النمسا سلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة رسمية لزيارة النمسا لمواصلة تعزيز ودفع العلاقات المتميزة بين الدولتين على مختلف الأصعدة، حيث رحب السيد الرئيس بتلبية الدعوة في موعد يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد الرئيس السيسي أن مباحثاته مع مستشار النمسا عكست حرص البلدين واهتمامهما ببحث سبل تعميق الشراكة الثنائية على مسارات مختلفة والتعاون في عدد من القطاعات المهمة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن العمل خلال الفترة القادمة على ترسيخها وتطويرها بما يعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. سعدت اليوم بعقد مباحثات مثمرة وبناءة مع دولة المستشار عكست حرص البلدين واهتمامهما ببحث سبل تعميق الشراكة الثنائية على مسارات مختلفة والتعاون في عدد من القطاعات المهمة على رأسها قطاعات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة والهيدروجين،
وتستهدف تحقيق زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات النمساوية إلى مصر، التي تعد تقليدياً أحد أهم شركاء النمسا تجارياً واستثمارياً في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي مكانة تعتز بها مصر. واتفقت أيضاً مع دولة المستشار على أن نعمل معاً خلال الفترة القادمة على ترسيخها وتطويرها بما يعكس العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين. وقال الرئيس السيسي إن لقاءه مع مستشار النمسا كان فرصة للتشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أمن الطاقة والغذاء، مشيرا إلى أن مصر تواصل الدعوة في اتصالاتها بكافة أطراف الأزمة إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أقرب فرصة. لقد كان لقاء اليوم بالمستشار نهايمر فرصة جيدة للتشاور والتنسيق بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا، حيث تلقت رؤانا علامية هذا التشاور المثمر والتنسيق المستمر بيننا كشركاء وأصدقاء للتعامل مع التحديات العديدة وغير المسبوقة التي تواجه المجتمع الدولي. ولقد تناولنا في هذا السياق استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية بما لها من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين واستقرار أمن الطاقة والغذاء عالمياً، وهي التداعيات التي عانت منها ولا تزال الدول الأقل نمواً، وبما أضاف للأعباء الصعبة التي تتحملها لتحقيق متطلبات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة. ولقد أوضحت للمستشار نهايمر أن مصر من منطلق تمسكها بأهمية تحقيق السلم والأمن الدوليين تواصل الدعوة في اتصالاتها بكافة أطراف الأزمة إلى تغليب لغة الحوار والتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء الصراع في أقرب فرصة. حرصت كذلك خلال مباحثات اليوم على استعراض رؤية مصر ذات عدد من الملفات الإقليمية المهمة والجهود التي تبذلها مصر لمعالجة أسباب عدم الاستقرار في إقليمنا، حيث تطرقنا إلى تطورات المشهد الليبي والقضية الفلسطينية وقضية سد النهضة، فضلاً عن مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، مع تأكيد حرص مصر البالغ على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على مقدرات شعبه الشقيق. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه اتفق مع مستشار النمسا على تكثيف الحوار بين البلدين للتوصل لإطار مستقبلي للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية من منظور شامل، مشيرا إلى أن مصر تستضيف 9 ملايين ضيف يعيشون على أرضها ويتمتعون بكافة الخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين المصريين دون تمييز أو تفرقة. لقد استمعت باهتمام اليوم لرؤية المستشار نهايمر للتحدي المشترك الذي تمثله ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واتفقنا معا على تكثيف الحوار بين بلدينا للتوصل لإطار مستقبلي للتعاون بيننا في ملف الهجرة من منظور شامل يعالج الجذور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية لهذه الظاهرة ويسعى لتعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة الشرعية. واسمحوا لي هنا أن أنا يعني أؤكد على حجم التفاهم المشترك بيني وبين دولة المستشار فيما يخص هذه القضية المهمة، وأهمية أن إذا كنا بنسعى إلى إيجاد حلول مناسبة وجيدة لهذه الظاهرة وقطع الطريق على المنظمة التي تعمل في هذا المجال، لابد من وجود، وده اللي تحدثت فيه مع دولة المستشار، أهمية أن إحنا يبقى فيه آليات مؤسسية للتعامل مع موضوع الهجرة الشرعية، تنظم هذا الأمر وتنتقيه وتعد الأفراد أو المواطنين اللي هيتم التعاون معهم أو التعامل معهم في مجال الهجرة الشرعية بما يساعد على نجاح هذه التجربة ويقطع الطريق على الهجرة غير الشرعية بتداعياتها السلبية. ولقد أوضحت لدولة المستشار في هذا السياق حجم الجهود المصرية في استضافة 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض مصر ويتمتعون بكافة الخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين المصريين دون تمييز أو تفرقة.
وأوضح الرئيس السيسي أنه في إطار حوار مصر المنفتح مع شركائها، فقد حرص على إطلاع مستشار النمسا على الخطوات الجادة والمستمرة التي تتخذها الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان من منظور شامل ومقاربة متكاملة، كما أطلعه على النجاح الكبير الذي حققته مصر في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية بتضحيات كبرى قدمها المصريون وبرؤية شاملة. في إطار حوارنا المنفتح مع شركائنا، فقد حرصت على إطلاع دولة المستشار على الخطوات الجادة والمستمرة التي تتخذها الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان من منظور شامل ومقاربة متكاملة تستهدف تمكين المواطن المصري من ممارسة كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور المصري، وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تنفذها الدولة على عدة محاور، مؤكدا استعداد مصر الدائم للحوار والتعاون البناء مع شركائها فيما يتعلق بهذا الملف المهم. كما أطلعت الجانب النمساوي على النجاح الكبير الذي حققته مصر حكومة وشعبا في مواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف خلال السنوات الماضية بتضحيات كبيرة قدمها المصريون وبرؤية شاملة تغطي كافة أبعاد وأسباب تلك الظاهرة البغيضة. من جانبه، أكد مستشار النمسا كارلين هامر أن المباحثات مع الرئيس السيسي كانت مكثفة وثرية، مشيرا إلى أن زيارته ركزت على الجانب الاقتصادي. كما أضاف مستشار النمسا أن زيارة الرئيس السيسي المرتقبة إلى بلاده ستكون مهمة للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر. هي بمثابة الختام المهم والكريم أيضا لرحلتنا إلى إفريقيا، فمحادثاتنا اليوم كانت مكثفة وثرية، فالنمسا ومصر بينهما علاقات تعاون وثيقة في كثير من المجالات الاقتصادية والأمنية. وكما تحدث فخامة الرئيس أيضا وذكر أنها علاقات ثقافية تمتد إلى ما يزيد عن 140 عاما. هدف هذه الرحلة كان هو أيضا التركيز على الجانب الاقتصادي وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع شركات نمساوية ترسخ التعاون وتضع هذا التعاون أيضا نصب الأعين. نتحدث عن البنية الأساسية للنقل والري والزراعة وكثير من المجالات التي سيتم توقيع الاتفاقات فيها. وبالنسبة لي وما تحدث عنه فخامة الرئيس أيضا هو أن زيارة فخامة الرئيس إلى النمسا ستكون مهمة للغاية، لأن مصر هي دولة مهمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتعاون في هذا الصدد يشكل أهمية بالغة. وعندما يشرفنا فخامة الرئيس بالزيارة في النمسا سوف نتوسع في الاتفاقات في هذا الصدد حيث نرسخ التعاون أكثر بين مصر والنمسا. فمصر هي مقصد أساسي للسياح من النمسا، إذ يأتي الكثير من النمسا إلى مصر في أجازات، فشهدنا الكثير من التطور في النقل الجوي ما بين البلدين، وبالتالي سيكون هناك المزيد من الاتفاقات في هذا الصدد أيضا. وأكد مستشار النمسا أن مصر لديها باع كبير في مكافحة الإرهاب والتطرف، لافتا إلى أن النمسا تحتاج إلى خبراتها في هذا المجال. هناك أيضا من الموضوعات المهمة هو الحرب ضد الإرهاب والإسلام السياسي، ونحن نحتاج في النمسا خبرات مصر في هذا الصدد، حيث عانت مصر من إحدى الضربات الهجمات الإرهابية أيضا مؤخرا، والتعاون مع مصر مهم، وأن نفعل جميعا ما بوسعنا لما فيه الخير لشعبينا في تبادل المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية في الوقت المناسب. أيضا تناولت محادثتنا أيضا الهجرة غير الشرعية. دعوني هنا أؤكد أنني أحترم كثيرا كل ما قدمته مصر فيما يخص استضافة أكثر من 8 ملايين لاجئ في مصر، فهذا إسهام كبير للغاية يشكل
يهدف إلى الأمن القارة الإفريقية ويمثل عبء أيضا على الأجهزة الأمنية المصرية في مكافحة تهريب البشر. وفي هذا الصدد سيكون هناك المزيد من التعاون بين أجهزتنا وبين بلدينا. هذا كما أشاد مستشار نمسا بدور مصر لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر حجر راسخ للاستقرار والأمن في شمال أفريقيا. شمال أفريقيا تعد مصر حجر راسخ فيما يخص الاستقرار والأمن، ولديها مشكلات متعددة حولها في الدول الجوار مثل السودان. وهنا أيضا نرى في مصر شريك مهم للغاية، سعيد للغاية بأن أتمكن من استقبال فخامة الرئيس في النمسا قريبا، وشكرا مرة أخرى على حسن الضيافة. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك فرصا متنوعة للتعاون بين مصر والنمسا في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة وتحلية المياه والزراعة وإدارة الموارد المائية. وعلى هامش اجتماع المائدة المستديرة لمجتمع الأعمال المصري النمساوي، تطرق مدبولي إلى فرص التعاون الممكنة في مجال تدريب العمالة المصرية وإعدادها للعمل في السوق النمساوية، وذلك وفق برامج تدريب متخصصة تتضمن تعليم اللغة وكذا التعريف بالمجتمع النمساوي. من جانبه أكد مستشار النمسا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، لافتا إلى أن ممثلي 15 من كبرى الشركات النمساوية حضروا برفقته إلى مصر. أشاد مستشار النمسا كارلين هامر بالتاريخ الطويل من العلاقات الثنائية الحيوية التي تجمع بين مصر وبلاده، مشيرا إلى أن العلاقات الممتازة بين البلدين أسفرت عن علاقات اقتصادية قوية وناجحة بالنسبة للجانبين. وخلال كلمته في المائدة المستديرة، أكد مستشار النمسا وجود فرص كبيرة للمزيد من التوسع في العلاقات الاقتصادية والعديد من المجالات، منها إدارة المياه وتكنولوجيا البيئة والصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى البنية التحتية للنقل، مشيرا إلى الأهمية الخاصة لهذا المجال، مؤكدا رغبة بلاده في مساندة طموحات مصر الاقتصادية وتبادل الخبرات بين الجانبين. شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا خلال السنوات الماضية تعاونا مثمرا وزيارات متبادلة على الصعيد السياسي، كما تتميز العلاقات بين البلدين بالتطور الاقتصادي والتبادل التجاري في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ما بين مصر والنمسا علاقات تاريخية يزيدها متانة تلاقي المصالح والرؤى المشتركة إزاء العديد من القضايا على المستويين الإقليمي والدولي، وتعاون ثنائي متنام خاصة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشهدت تلك العلاقات خلال السنوات الماضية تعاونا مثمرا وزيارات متبادلة واتصالات ثنائية لا تنقطع. وجاءت زيارة الرئيس السيسي في عام 2018 إلى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في المنتدى الأوروبي الأفريقي لتعطي تلك العلاقات زخماً كبيراً، ولتكون أول زيارة للرئيس السيسي للنمسا منذ توليه مقاليد الحكم، وأول زيارة رئاسية بين القاهرة وفيينا منذ أكثر من 11 عاماً. سبق ذلك وتلاه لقاءات متعددة جمعت الرئيس السيسي في القاهرة وعدة دول أخرى على هامش المشاركة في محافل دولية مع المستشار الأسبق كريستيان كيرن والمستشار الأسبق سباستيان كورتس والمستشار السابق ألكسندر شالنبرغ. وإذا كان هذا الأمر على الصعيد السياسي، فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تقل عنها تميزاً، حيث وقعت مصر والنمسا حوالي 16 اتفاقية متعلقة بالقطاع الاقتصادي منذ عام 1926، منها مجلس رجال الأعمال المصري النمساوي، اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية. هذا فيما يشهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً مضطرداً، حيث نما العام الماضي بنسبة 23% مقارنة ب 2021،
فيما تضم الاستثمارات النمساوية في مصر نحو 173 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات السياحية والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تتابع بقلق بالغ تطورات ما يجري في السودان الشقيق، وتبذل قصارى جهدها على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي لدعم الجهود الدولية لوقف العنف والصراع الدائر، معربا عن أمله في أن يستعيد السودان الشقيق استقراره وأمنه في أقرب وقت ممكن. وأكد رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية أن مؤسسات الدولة المصرية تحركت منذ اليوم الأول للأزمة تنفيذا لتكلفة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسهيل وتأمين عودة أبناء مصر الموجودين في السودان، لافتا إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة تضم الوزارات وجهات الدولة المعنية لتنظيم عمليات الإجلاء، متوجها بالشكر في هذا الصدد لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية في السودان وملحقية الدفاع وباقي المكاتب الفنية الذين يؤدون أعمالهم في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد من أجل تأمين عودة المصريين الموجودين في مناطق الاشتباكات. وأعرب رئيس الوزراء عن خالص تعازيه لوزارة الخارجية ولأسرة الفقيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر بالخرطوم، والذي استشهد يوم الاثنين الماضي خلال متابعته لإجراءات إجلاء المواطنين المصريين. وفي ذات الإطار استعرض خلال الاجتماع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات المتخذة تجاه الطلاب المصريين الموجودين في السودان سواء في مرحلتي التعليم قبل الجامعي أو الجامعي. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة موقف الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية. واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالوقوف على آخر تطورات الوضع فيما يتعلق بموقف الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، حيث أشاد وزير التعليم العالي إلى أنه تم عقد اجتماع بين الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية وقيادات الوزارة للتعرف على طلباتهم والإجابة عن استفساراتهم الخاصة بمستقبل دراستهم الجامعية، وذلك في ظل الظروف الحالية التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق. أثنى وزير خارجية بريطانيا جيمس كلافرلي على الدور البطولي الذي تقوم به السفارة المصرية وباقي البعثات الدبلوماسية في الخرطوم لإجلاء رعايا دولهم في أسرع وقت ممكن وبأكثر الوسائل الآمنة الممكنة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية سامح شكري للتشاور بشأن تطورات الوضع في السودان. وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير البريطاني استهل الاتصال بتقديم التعازي في استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم. كما قدم الوزير البريطاني الشكر لنظيره المصري على المساعدة التي قدمتها مصر في إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، معربا عن تطلعه لاستمرار الدعم المصري في إجلاء باقي الرعايا البريطانيين وحرصه على التنسيق مع مصر بشكل وثيق فيما يتعلق بالأوضاع في السودان خلال الفترة المقبلة. من جانبه أكد شكري أن مصر لا تؤمن بوجود حل عسكري للأزمة السودانية، مشددا على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة ودعم الجهود الدولية الهادفة لتمديد الهدنة والعودة للحوار. أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أن تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين بالسودان يجري على قدم وساق، حيث نجحت جهود الدولة حتى الآن في إعادة 1365 مواطنا عبر الإجلاء البري و1283 مواطنا عن طريق الإجلاء الجوي بإجمالي 2648 مواطنا. وأضاف السفير أبو زيد أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم
تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة إلى 5327 مواطنا. وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن القوات المسلحة قامت بتنفيذ 9 طلعات جوية يوم الخميس، وذلك في إطار تنفيذ خطة إجلاء المصريين العالقين في السودان، ليصل بذلك عدد إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى 23 طلعة جوية. كما قامت القوات المسلحة بتوفير مواد غذائية وإسعافية لما يزيد على 1000 مواطن من المصريين المنتظر إجلاؤهم خلال عمليات الإجلاء الجوي الجارية. استقبلت قاعدة شرق عدة طائرات تقل مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضمان سلامة المواطنين المصريين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. يواصل معبر أرقين البري استقبال المصريين القادمين من السودان، وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تنفذها الدولة لعودة المصريين هناك. كما استقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول، حيث شهد المعبر وصول فوج من الرعايا الصينيين القادمين من السودان في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف تواجد الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. جهود كبيرة ومستمرة تبذلها مصر لإعادة مواطنيها من السودان سواء عبر الإجلاء البري أو الجوي، إذ تواصل قاعدة شرق وبكثافة استقبال المصريين العائدين من السودان بعد نجاح عمليات إجلائهم في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لضمان سلامة المواطنين المصريين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. العائدون من السودان أعربوا عن شكرهم وتقديرهم الكبير للرئيس السيسي ولجهود الدولة في إعادتهم إلى أرض الوطن. تحيا مصر، تحيا مصر، مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. وتحية للقائد عبد الفتاح السيسي اللي هو ما فرطش في أبنائه وجاب جزء كبير والباقي هيجي تباعا إن شاء الله. مش قادرة أوصف لك، يعني أنا كنت بموت هناك أصلا، أنا وبنتي كنت بموت هناك. الضرب من كل ناحية، من كل ناحية، كان محاصرنا في البيت بكل، يعني كنا بنترعب، كنا بنشاهد كل يوم على نفسنا. وحقيقي بجد يعني كتر خير الجيش المصري بصراحة، يعني أنقذنا. ده أمل جديد طبعاً وعمر جديد، لأن شفنا الموت بعينينا. فالحمد لله وصلنا بالسلامة وتحيا مصر. الحمد لله إن إحنا وصلنا بالسلامة. وأول ما جالنا الخبر إن في طيارات تبع القوات المسلحة المصرية، فطبعاً ده حاجة خلتنا فخورين بمصر، اقسم بالله اكتر ما احنا فخورين بيها. وانا بشكر رئيس عبد الفتاح السيسي وبشكر جمهوريه مصر العربيه، وانا فخور بجد ان انا مصري. شكرا جدا للقوات المسلحه ولسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشكره جدا، عمل يعني حاجات كتيره جدا، والناس كلها بره مش هنا بس، السودانيين نفسهم بيشكروه جدا وبعارفين المجهودات اللي هو بيعملها وعملها معانا، حتى عرفنا ان هو فتح بابه للسودانيين وبيخشوا هنا وبيرحبوا بيهم، ويعني نقدر نقول مصر أم الدنيا وتفضل قد الدنيا. يحيى جمهورية مصر العربية، يحيى بص مصر فعلا بجد الأمن والأمان. ونشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحيى جمهورية مصر العربية. الدور المصري في جهود الإجلاء لم يتوقف عند المواطنين المصريين فقط، حيث تواصل مصر استقبال كافة رعايا الدول، إذ أدى نجاح مصر في توفير ممرات آمنة إلى تنسيق عدد من الدول مع الجانب المصري لاستقبال رعاياهم. يعني كنا قاعدين مرعوبين وخايفين، يعني قاعدين في بيوتنا وقفلين البيبان علينا، بس في خوف. بس لما عرفنا انه انتوا هنا يعني فتحتوا احضانكم لينا، طوالي قدمنا وجينا على طول. مصر دايما احضانها مفتوحه ليكم. ان شاء الله يديكم الصحه وطول العمر وتكونوا تمام تمام لجيرانكم دول، يعني جيرانكم دول برضو طيبين يعني كويسين. عايزة أعرف برضو شعورك إنك وصلت الحمد لله بأمن وأمان. الحمد لله نشكر ربنا كتير، بس هناك الضرب وكذا الواحد كان خايف وكذا، لكن نشكر ربنا جينا هنا، ربنا يديكم الصحة ويخلي لكم الرئيس ويطول في عمره زي ما بيعمل مع الناس، ربنا يديه وعلى قدر نيته إن شاء الله. وضمن عمليات الإجلاء البري يواصل معبر أرقين الحدودي استقبال المصريين القادمين من السودان
ضمن الجهود الكبيرة التي تنفذها الدولة لعودة المصريين هناك، كما استقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف تواجد الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. وزارة الخارجية أوضحت في بيان لها أن الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16 ألف مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى 27 من إبريل الجاري، وتجاوزت أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين أكثر من 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن 2000 مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية. وتستمر الجهود المصرية على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم. هذا وقدمت العديد من الدول الشكر لمصر على جهودها في إجلاء رعاياها من السودان في ظل الظروف الصعبة هناك. نتابع أبرزها في العرض التالي. أعلنت قيادة القوات المسلحة السودانية تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية. وأوضحت في بيان أن التمديد جاء في المساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات وتيسير النواحي الإنسانية لمواطنينا. وتأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بمتطلبات سريان الهدنة هذه المرة وعدم خرقها كما جرى خلال الفترات الماضية من قصف للمؤسسات والمواقع العسكرية لقواتنا وتخريب للمرافق الحيوية وتعريض حياة ممتلكات المواطنين للخطر.
اتهم الجيش السوداني ميليشيا الدعم السريع باستمرار خرق الهدنة عبر مواصلة القصف والقنص العشوائي على محيط منطقة القيادة العامة. يأتي ذلك فيما أعلن الجيش السوداني إلحاق خسائر فادحة بميليشيا الدعم السريع أثناء محاولتها الهجوم على أحد مواقعه بشارع النيل، ودمر عربيتين قتاليتين تابعتين للميليشيا، مضيفا أنه تمكن من صد هجوم للميليشيات على قواته بجنوب أم درمان وتدمير القوة المهاجمة. كما أشار إلى أن الميليشيا تسببت في انقطاع الكهرباء عن الخرطوم ونهبوا مجمع أبراج وارتكبوا فظائع بحق مدنيين. إلى هنا انتهت نشرتنا، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يبحث مع مستشار النمسا التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. قاعدة شرق تستقبل مجموعة جديدة من المصريين العائدين من السودان بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم. الجيش السوداني يعلن تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة إضافية ويتهم ميليشيا الدعم السريع بمواصلة الخروقات. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آي كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، وهذه تحياتي أنا مريم حسن، دمتم في رعاية الله.